ما راح احكي عن موضوع البنت ايمان الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبر اهلها يا رب. انا اليوم راح احكي رسالة موجهة لكل بنت او لشاب وبالاخص البنات. انت كبنت اي شخص عم يبتزك بصور او فيديوهات انت بعتي له اياهم بارادتك او مفبركهم عليكي، تروح على جرائم الالكترونية تحكي لهم موضوعي 1 2 3 ولا تخافي ولا تترددي. الموضوع بيتم بسرية تامة وبدون علم أهلك إذا كمان حابة، إذا خايف إنه مثلاً يسووا لك مشكلة يهددوكي وواء إلى آخره. الموضوع بيتم بسرية تامة وأنا عم بحكي عن تجربة، حضرت لهم مؤتمرين وشفت كيف بيشتغلوا الله يعطيهم العافية، وهذا الموضوع عم يتطبق بكل البلاد. ولا تكوني ضحية بسبب خوفك أو ترددك، وحتى ببين عندهم إذا هذا الشخص باعت الصور والفيديوهات لأشخاص تانين إلا إذا كان محملهم على فلاشة، بس طبعا هو رح يكتبوه تعهد وإنه ما يتعدى عليكي ولا يقرب عليكي، لأنه حيكون الموضوع فيه مساءلة قانونية وياريت ما يكون في تهاون فيه أولا، وتانيا لا تكوني ضحية بسبب ترددك أو خوفك، لأنه هذا الإشي بيفتح مجال للأشخاص التانين يتمادوا في متر. بيحكي من أمن العقوبة أساء الأدب، وإن شاء الله رح أحط كل اللينكات تبعون الصفحات الجرائم الإلكترونية بقناتي على التليجرام وبأول تعليق اللي بقدر عليه. بتمنى من كل شخص عم يشوف الفيديو يبعت لي الروابط الصفحات أو أرقام تليفونات الموجودة في بلده، وعشان تتأكدي بترني على أي مركز أمني أو الطوارئ ببلدك أو ببلدك، يعني سواء شاب أو بنت، وبتحكي لهم في عنا قسم جرائم إلكترونية أو لا. وأنا أتوقع أنه بكل البلاد حاليا موجودة عشان موضوع عمليات الاحتيال والنصب، كمان بالإضافة صار عندهم تدخل